السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور طارق سويدان طلع قال ان اليهود والنصارى هيدخلوا الجنة. انا هعرض البوست اللي قال فيه كده، وهعرض كلامه في فيديو هو بيقول صراحة ان المسلمين يجب الا يعتقدوا انهم يمتلكون الحق المطلق وان كل الاديان الاخرى ضالة، وبينتقد ده. فتابعوا الفيديو وشوفوا قال ايه وهنقول ايه. الحلقة اللي هنذاعها دلوقتي تم تسجيلها فجر يوم الجمعة للرد على الدكتور طارق السويدان، وانا بعد ما سجلتها وجهزتها لقيت هو تراجع عن البوست ده او عمل تصحيح. والحقيقة انا قلت خلاص لو كده مش هنزل الحلقة وادخل ابص على البوست ده بصة كده على السريع. دخلت البوست اقرأه وكانت بدايته بيقول ان الديانة الابراهيمية واللي يقصد بها دمج الاديان الثلاثة الاسلام والمسيحية واليهودية او اعتبار ان معتنقيها لا فرق بينهما فهذا كفر. شيء جميل جدا، واستشهد بآيات من القرآن الكريم. والله قلت الحمد لله. لكن بعد كده قال نقطة غريبة جدا، وهي ان اليهود والنصارى اللي آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا باليوم الآخر وعملوا صالحا فلهم الجنة كما ذكرت في منشور سابق، بشرط أن لم يرفضوا الإسلام بعد أن تم شرح الإسلام لهم شرحا صحيحا. والحقيقة أن النموذج ده واقعيا مش موجود. فكرة اليهودي اللي لا يرفض النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت يبقى على يهوديته وفي نفس الوقت يكون موحد، دي حاجة مش موجودة أساسا. لأن التوحيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لن تصل إليه إلا بالإسلام ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وطرح الأمر ده بالطريقة دي واقعيا مش موجود. وحتى إن كان هذا النموذج موجود فهو مرفوض. الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فلا يجوز التعامل مع الإيمان بالله ورسوله على إنه نوع من أنواع الثقافة وتقبل او عدم رفض الرأي الاخر. الاسلام دين مش مجرد ثقافة عشان تيجي تقول لينا انا مش برفضها بس مقتنع باللي معايا وخلاص. وبسبب كده انا قررت ان انشر الحلقة دي عشان اوضح فيها ان يجب على كل البشر الايمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن بالنبي محمد فلن يدخل الجنة، وده بنص القرآن والسنة. ده امر. الامر التاني ان الشبهة دي فعلا بني علمان بيقولوها كتير جدا. انا بس شغلت مثال في الحلقة ان شاء الله لمحمد شحرور ومحمد هداية، لكن غيرهم الكثير بيستشهد بنفس الآية على نفس الاستدلال، وعشان كده أنا قررت أقدم لكم الحلقة دي. لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك، عايز تعمل رابط الباتريون أسفل الفيديو. اختصارا كده احنا مش اي حد بنرد عليه، لكن الامر لما بيكون وصل للعقيدة لازم يكون لينا دور ورد. فانا النهاردة ان شاء الله هرد على الاستاذ طارق سويدان اللي نزل بوست غريب جدا، فتح قضية قديمة هو بنفسه كان طرحها قبل كده، واللي بيرد عليه في الصفحة بتاعته بيتجاهله بيتجاهل رده تماما، رغم انه امر في العقيدة وده أمر خطير قد يخرج الإنسان من الإسلام أساساً، ده لو أقيمت طبعاً عليه الحجة. البوست اللي كتبه بيقول فيه إن الأصناف أربعة، الذين آمنوا واحد، اثنين الذين هادوا، ثلاثة النصارى، أربعة الصابئين، ووضح مين هم دول. الذين آمنوا هم المسلمين، والذين هادوا اللي هم اليهود، والنصارى اللي هم المسيحيين، ورقم أربعة الصابئين. الشروط بقى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. طيب الأربعة دول لو أتموا الشروط الثلاثة الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، إيه اللي هيحصل؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مبدئيا كده اللي بيرد على عيال العلمانيين الفترة الأخيرة دي يعرف ان دي من ضمن الآيات اللي بيستشهدوا بيها كإثبات على ان اليهود والنصارى داخلين الجنة عادي جدا، وده نموذج. والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح. نعم. الذين آمنوا أتباع رسالة المحمدية. نعم. والذين هادوا أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى والصابئين، يعني في مسلم مؤمن وفي مسلم يهودي وفي مسلم مسيحي وفي مسلم شنتو وفي مسلم بوذي، كل من آمن بالله وعمل صالحا. يعني النصراني توصيفه اللغوي السليم مسلم نصراني، اليهودي مسلم يهودي، انا مسلم مسلم.
خلينا نبدأ بالرد مباشرة. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالآية ذكرت أصناف زي ما قال طارق سويدان، ووضع شروط. الشروط إيه هي؟ ثلاثة: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. طب باختصار شديد كده الموضوع ده في رأيين. الرأي الأول بيقول إن اليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هيدخل الجنة، لكن ده قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هتتوفر في الشروط دي كلها هيكون من أهل الجنة. وسياق الآيات بيؤكد ده، يعني الآيات أصلا بتكلم عن حوار أو ما طلبوا بني إسرائيل من موسى عليه السلام وقت وجود موسى، يعني موسى عليه السلام عايش وهم بيطلبوا منه بعض الأشياء، وإنهم مش عايزين يصبروا على طعام واحد، والحوار كله قدامنا. والرأي ده ذكر في تفسير البيضاوي وهو قدامكم، اقرأوه براحتكم. ده كان الرأي الأول. الرأي الثاني بيقول إن الآية بتتكلم عن اليهود والنصارى والصابئين، وبتقول إن اللي هيؤمن من دول بالإسلام ويؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا هيكون من ضمن المسلمين وهيدخل الجنة، وده ورد في التفسير الواضح. يعني كده الأمر في رأيين. رأي بيقول بأن الأصناف دي اللي هي قبل الإسلام، فمن آمن بالرسول اللي الله سبحانه وتعالى أرسله له، يعني مثلا بني إسرائيل أمنوا بموسى وأمنوا بالشروط دي فخلاص هيدخلوا الجنة. الرأي الثاني بيقول لا، ده الكلام ده بعد الإسلام، اللي هيؤمن بالإسلام هيكون من المسلمين وهيخش الجنة. فالاختلاف في التفسير مش داخل فيه المعنى اللي بيروج ليه عيال العلمانيين الفترة دي، وهي عقيدة الدين الإبراهيمي المخترع، وإن الإيمان بأي رب أو أي رسول يكفي للدخول في الجنة. وده كلام مخالف لصريح القرآن، واستحالة تكون الآية بتقول به أساساً، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح له شروط هنوضحها بعد شوية. ونسأل هنا الأسئلة المهمة بقى. الآية الكريمة وضعت ثلاث شروط لدخول الجنة: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، والعمل الصالح. طيب ايه شكل التلاتة دول في القرآن الكريم؟ هل لو في شخص قال انا مؤمن بالله لكن الاله اللي انا مؤمن بيه ده نخلة، او الاله اللي انا مؤمن بيه ده تليفون، يبقى كده هو في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى قال عن المشركين: ومن كفر فلا يحزنك كفره، الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، ان الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فرغم إنهم مشركين إلا إنهم بيقولوا إن اللي خلق السماوات والأرض هو الله، وصفهم ربنا بإيه بقى؟ بالكفار، رغم اعتقادهم بوجود الله. فلفظ الإيمان بالله أكيد مش المقصود بإيمان المشركين أو الإيمان بوجود أي إله تاني، لأن الشيطان كده هيندرج تحت هذا البند، لأن هو مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. لكن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل رسل الله، وده اللي صرحت به كل آيات القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. فالإيمان بكل الرسل هو أمر قرآني مفيش فيه جدال أساسا. ما ينفعش تؤمن بعيسى وتكفر بموسى، ولا ينفع تكفر بمحمد وتؤمن بموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، ما حكمهم يا رب؟ أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يعني ما يجيش واحد يقول أآمن بالله ومش مشكلة الرسل، لا، لازم تؤمن بالرسل، مفيش مفاضلة في الموضوع ده على الإطلاق. الله ورسله لازم الإيمان بيهم، ولا يجوز الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. مفيش تفرقة ولا في الكتب ولا في الرسل. الإيمان هو إيمان بالكل، الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هو ده الإيمان اللي موجود في القرآن الكريم. إحنا بنضع أمامكم نصوص القرآن الواضحة اللي بتضحد كل كلامكم، وإنتوا لإما تتراجعوا عن الأقوال دي، لإما تستمروا في العك اللي بيحصل، وهنستمر في الرد عليكم بأمر الله. الخلاصة، الإيمان بالله لا يكون إلا بالإيمان به وبكتبه وبرسله وملائكته وكتبه. وما دام القرآن موجود يبقى وجب على كل الأمم إنها تتبع القرآن الكريم والإسلام، لأن الحق واضح لا جدال فيه. المشكلة إن هو كان بيقول في فيديو قبل كده: لا تعينوا نفسكم آلهة، لا حد يقول فلان رايح الجنة فلان رايح النار، أن اليهود في النار والمسلمين في الجنة، إيش علاقتكم أنتم الجنة والنار؟ هذا شغل إلهي. إنسان إنه أحسن من غيره، دخلنا في المصائب، مصائب على الإنسان نفسه، بينه وبين الله عز وجل مصيبة لأنه يظن أنه خير من باقي الناس، ومصيبة أنه يغتر بدينه، والمصيبة طبعا مع الأيام تتطور إلى طغيان، لأن لما أنا أعتقد أني أنا أملك الحق المطلق وكل الأديان الأخرى وكل الطرق الأخرى ضالة مضلة، لا دخلنا في الطغيان، ودخلنا في نفس المنهجية اللي احنا نطالب فيها الآخرين. احنا نقول للناس لا تكلوا بمكيالين، فلما أنا أقول أنا عندي الحق المطلق، طيب كل واحد صاحب دين آخر يعتقد أنه عنده الحق المطلق، مش كده؟ واحنا نطالب الآخرين ونقول لهم تعالوا ادرسوا ديننا لأن هذا الدين الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة ما كان يعمل هذا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا. المسلمين هيدخلوا مرحلة الطغاة ليه؟ لأنهم بيعتقدوا إن رسالة الإسلام من قرآن وسنة هي الحق المطلق. تخيلوا إن ده كلام طارق سويدان. يعني أنت يا دكتور تعتقد إنك لا تملك الحق المطلق، وتعتقد إن اللي بيعبد شجرة ولا إنسان ممكن يكون معاه الحق زيك؟ ازاي؟ ام انت مسلم ليه طيب؟ طب ما تروح تعبد انت كمان، او روح شوف الشجر ده اله ولا مش اله. وبعدين ايه النبي اللي انت بتتكلم عنه ده؟ ولا بتقول إيه؟ انت بتقول ايه؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ده الحديث صحيح بيقول صراحة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب النار. هو ده النبي اللي احنا نعرفه يا أستاذ طارق، لكن أنا معرفش مين النبي اللي انت بتتكلم عنه ده. في التسجيل الطويل طبعا أنا مش هينفع شغل التسجيل كله. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا قريش وهاجر من بدينه هو والصحابة لأمر لم يكن ضروريا، لأمر لم يكن هو الحق المطلق؟ يعني ليه النبي عرض حياته للخطر رغم أنه لم يكن معه الحق المطلق، وهيدعوهم لشيء وهو مش الحق المطلق مطلق ليه؟ طب ما يمكن قريش مع الحق المطلق. ايه لازمة الكتب؟ ايه لازمة الرسل؟ النبي جه ليه اصلا؟ ولا الانبياء كلهم جم ليه؟ اذا كان لو كان عيسى او موسى عليهما السلام موجودين وقت ارسالية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هيتبع محمد صلى الله عليه وسلم؟ والرواية وردت وصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى عمر بن الخطاب معه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: افي شك انت يا ابن الخطاب؟ والله سبحان الله، كأن الرسالة دي ليك يا دكتور، كأنها ليك. انت في شك من دينك؟ انتوا بتدعوا الناس انهم يشكوا في دينهم، والله مصيبة. ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب عن قراءة التوراة، ده أولا. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يقول: ما وسع موسى إلا اتباعي. يعني الأنبياء نفسهم لو موجودين كلهم هيتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانت تقول لي ان الحق في الاسلام مش حق مطلق، انا مش فاهم انتوا ازاي بتقولوا الكلام ده. انا شخصيا في حياتي يعني ما شفتش قص بيطلع يقول للنصارى اللي هيؤمن باي رب هيدخل الملكوت، بل على العكس عندهم شروط مثلا زي التعميد. التعميد ده بيختلف من كل طائفة والتانية، يعني في طائفة بتقول بالتغطيس وبتختلف التغطيس في ماء النهر عادي ولا في ماء معين هم بيعملوه، أو الرش يرشوا عليه مية. الأرثوذكس بيقولوا شروط دخول الملكوت التعميد، لازم يكون متعمد. لكن الكاثوليك
متعمد او بيتعمد عادي بس بطريقه مختلفه، فيقول لك لا الكاثوليكي عند الارثوذكس مش هيخش الملكوت. ليه؟ لانه متعمد بس بطريقه مختلفه. لكن يطلع عيال العلمانيين وقطيع الظلاميين عايزين يكونوا الهه ويدخلوا الكافر الجنه غصب عن عين اي حد. حبيبي في قران وفي سنه بيقولوا مش هيخش. انت هتأله نفسك؟ انت اللي بتأله نفسك، انت اللي بتقول كلام مخالف للقران وللسنه. احنا بننقل قال الله وقال الرسول، انت بقى بتنقل عن مين؟ ولا اي حد. وبصراحه موقف الدكتور طارق سويدان غريب جدا. خلي بالك انت كده بتقول ان اللي بيقول ان دينه هو الحق المطلق ده طغيان. طب ايه رايك انا رديت عليك بالقران والسنه، هتتمسك برايك الباطل ولا هتتراجع عنه؟ انا منتظر رايك. وانا خلصت تعليقي وانا اسف على الاطاله وسامحوني، وما تنسوش تشتركوا لو مش مشتركين، وانشروا الحلقه على صفحه الدكتور طارق سويدان. ربنا يهدينا ويهديه وربنا يهدينا جميعا يا رب الى الحق والصواب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.